أعلى نسبة مشاهدة مسلسل من 15 حلقة، انعرضت حلقته الأخيرة من كم يوم، لكنه ما زال ترند وكثار، رغم حتى أنه الشهر لسه ما يعني لسه ما خلص رمضان يعني، ولكن بيجزموا أنه من أفضل أعمال الموسم. ومن أول رمضان كنا نحن محظوظين بظهور نجوم العمل معنا، سواء انتصار أو سلمى أبو ضيف أو إسلام إبراهيم، واليوم معنا النجمة الرابعة واللي دورها عمل حالة كبيرة، نسمة المسلسل ليلى أحمد زاهر. بقول لك يا حسن، اللي بيحب بجد ما بيفكرش كده، انت ما بتفهمش حاجه في الحب. حب ايه؟ صعبتها بير، لو ما فوقتيش لنفسك وعائلتي انا بقى اللي هفرجك. انت بجد عايزاني اتجوزي؟ انت شايف ايه؟ بسم الله ما شاء الله على التربيه والاخلاق. وادي كده مدورينها. واحنا هنروح بعيد ليه؟ ما احنا معانا نجمه السوشيال، البنت اللي بتعرف كويس قوي ازاي تعمل الترند. انت بقى قلة وجزة عليا قوي كده ليه؟ يعني رحتي عملتي لايف من ورايا، ولما انا جيت اطلب منك حاجه زي كده نفضتيلي مش كده؟ ورحتي عملتي صفحه جديده، وليه من ورايا شيماء؟ انا منهاره يا حبيبي يا خيالي، قلبي اتشال من مكانه يا حسن. هو انا السبب في حبستك؟ انا المفروض ابقى بدالك يا شيماء على فكره. والله المفروض ابقى بدالك. نسمة في المسلسل دور من اللي عاملين حالة حقيقة، يعني ما بين إشادات ناس منبهرين بأداء ليلى وتطورها وبيشكروا فيها، ومن بين ناس تانية منتقدة وشايفة أنه ليلى يمكن زودتها في أماكن، في بعض يعني أماكن الأداء يعني. ولكن عموما اللي ما حد يقدر ينكره هو نجاح العمل ونجاح ليلى أحمد زاهر فيه. ومن القاهرة تنضم إلينا النجمة ليلى أحمد زاهر. أهلا فيك معانا يا ليلى، منورتنا اليوم. يا سارة وحشتيني قوي 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 والله. عاملة إيه؟ أنت اللي وحشتيني، أنا الحمد لله تمام، وأنت وحشاني مرة. وأصلا يعني ما هو سر أنه أنا يعني منحازة لك وأحبك أصلا بشكل عام يعني كمان، فكنت مبسوطة مرة وأنا بشوف أعلى نسبة مشاهدة، لأنه يعني ضرب ما شاء الله، الأداء ما شاء الله، الكل بيتكلم عنك، كل هذا الكلام كله كان صراحة شيء جميل جدا يعني. فاحكي لنا المشروع ده أصلا كيف جالك؟ والله أنا البروجكت ده بالذات أنا كنت خايفة منه جدا، المسلسل ده كنت خايفة منه جدا جدا، وفي الأول اتحمست له عشان كنت شايفاها تشالنج، يعني كنت شايفة أن الموضوع تشالنج والدور ده دور عمري ما عملته، فكنت حاسة أن أنا عايزة أتحدى نفسي وأعمل حاجة صعبة. بس يعني أنا مش عارفة أستاذة ياسمين شافت فيا إيه أو إزاي تخيلتني في الدور ده، بس هي كانت شايفاني ومصرة عليا في الدور ده. فأنا عايزة أقول لك، أصلا قبل التصوير بيومين ولا ثلاثة رحت كلمتها في تليفون منهارة، قلت لها لا أنا خايفة ومش هعرف أعمل الكاركتر دي، مش هعرف أعمل الدور ده، أنا خايفة جدا. أيوه، لأنه كاركتر صعب وهيتكره جامد قوي قوي قوي. صح. انا ما عنديش مشكله ان انا اتكره، لان هو الكره بيبقى لو انت مثلتي الدور كويس واتكرهتي ده نجاح، بس كنت خايفه قوي لان انا بالنسبه لي كليلى مقتنعه ان ما فيش اخت بتعمل في اختها كده، مستحيل. يعني انا واختي قبل كده حصل مره زعلنا من بعض كده وبتاع، واقصى حاجه عملناها ان احنا ما كناش بنتكلم. فاهم قصدي؟ بس أيوة. بس ان احنا في اخت تاذي اختها، انا كليلى مش مقتنعه بده. ايوه. لحد ما استاذه ياسمين ورتنا مواقف فعلا حصلت وحكت لنا قصص حقيقيه وشفنا بعيننا حاجات،
خلتنا نشوف ان لا في ناس بيحصل فعلا معاهم كده، فدي مسج مهمه انها تتقدم. فانا لما لقيت ان دي مسج مهمه انها تتقدم وافقت ان انا اعملها. بس قبلها كنت منهاره، اللي هو بجد كنت خايفه قوي من الدور، وحاسه ان انا مش عارفه اعمل نسمه، مش عارفه، كرهاها يعني، ايوه شايفه ان مفيش غل كده. لحد ما قعدت معاها قالت لي انت زي الفل، ونسمه وركبت الكاركتر وخلاص، ايه. فالحمد لله يعني. وهو فعلا يعني لما احنا بنتفرج احنا بنقول انت من فين جايب الغضب ده والغل ده كله يعني. لا انا طيبه انت عارفاني. ده انا عارفاكي، بس انت ملامح وشك يعني حتى بتصير كأنك وحش الحمد لله يعني. زي بابي لما بيجي يتعصب. صح صح، يعني هذه ما حنختلف فيها. احمد زاهر استنى في نعمل افوكاتو، كلنا اعتقد كنا نبغى نمسكه ونتفاهم معاه شخصيا يعني في اللي في سواه. انا قعدت يعني شويه مش بكلم معاه، انا قعدت شويه زعلانه منه فعلا. انا تو ماتش تو ماتش اللي كان سواه فيها. بس ليلى يمكن على هذه السيره، ايش الاحساس انه يعني انتي اختك ملك احمد في البيت كلكم نازلين رمضان وجالسين بتشتغلوا يعني في اعمال يعني في نفس الوقت شغاله يعني بتنافسوا بعض يعني. ايوه لا لا دي احلى منافسه دي. لا والله بابي عامل دور خطير في نعمل افوكاتو بجد، يعني تمثيل رهيب. انا ببقى قاعده لحد النهارده متنحاله كده، عماله بتعلم منه وبلقط منه من كتر ما هو بجد. بالنسبه لي بابي بالنسبه لي مدرسه تمثيل يعني، جوكر فاهمه. فبالنسبه لي بقعد متنحاله كده طول الوقت بتفرج عليه، صدقني هو بقول له انت ازاي بتترعش كده وازاي شكلك بيعمل كده. احنا حاطين الان على الشاشه صوره رده فعله هو في واحده من المشاهد، ورده فعلك انت في واحده من المشاهد اللي هي نفس الشيء، وانت نشرتيها حتى وقلتي بنت ابويا يعني. لا انا دي حاجه تخليني ان انا ابقى براود جدا يعني. مم. ان حد يشبهني ببابي دي حاجة كبيرة قوي بالنسبة لي يعني، بيشبهوني بغول تمثيل، فشكرا. إيه بس عندي سؤال ليلى، يعني لما تقعدوا في البيت انتوا مثلا تقعدوا يعني في احد فيكم يقول للثاني والله انا مسلسلي عامل احسن من مسلسلك مثلا ولا كذا ولا انا ومنى بنقعد، انا ومنى بتقعد تقول لي على فكرة بقى انا ناجحة اكتر منك يا نسر. الله منى احب انبه بس انه منى الصغيرة، الاخت الصغيرة، الشيء الصغير جدا يعني اللي عندهم في البيت يعني. اوكي فهي ناجحة اكتر منك. قمر، لا دي قمر وعسل وخطيره وعامله دور حلو قوي في مسلسل امبراطوريه ميم. ايوه خطيره قمر ما شاء الله. صح صح، لا انتوا ما شاء الله العيله كلها نازله هذا الموسم. بس بدي ارجع وملك ملك عامله دور خطير في محارب برضو. صح ملك بابي عامل في محارب برضو دور خطير. ما شاء الله كلهم. ايوه لا 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 فعلا يعني رمضان ما شاء الله العيله عندكم سيطرت على الموسم يعني كويس يعني كان. بس ليلى اذا رجعك للمسلسل، قصه اللي هي الملابس، طريقه الكلام، الاشياء هذه كلها يعني هذه من فين جبتيها او تدربتي عليها وايش صار بالضبط؟ بصي بصراحه بالنسبه لللبس، اللبس كان عامل يعني مهم جدا طبعا، لانه مش هتعرفي تتخيليني بالكاركتر مهما قعدت اتكلم بطريقه معينه، مهما قعدت ركبت الكاركتر قوي بتاع، عمرك ما تعرفي تتخيليني من غير ما اللبس يبقى مقنع بالنسبه لك. فبصراحه استاذ خالد عزام كان عامل مجهود كبير جدا، وهو بجد من اشطر الناس وراجل محترم وشاطر، وهو عمل لنا لبس يعني انا مش مصدقه. انا كنت لابسه كده يعني يوم البروفا لما رحنا قسنا وبتاع، قلت لهم يا جماعه هو انا هلبس كده بجد؟ اول مره اعمل كده في حياتي. ايوه وبالنسبه لطريقه الكلام وكده، احنا اظن في ناس علقت شويه انه طريقه الكلام ساعات بتبقى اوفر او بتاع، بس احنا ذاكرنا كويس قوي. انا فتحت تيك توك ده، فرمت تيك توك عشان اعرف ذاكرت ناس معينه. وكمان عايزه اقول لك معلومه، المناطق الشعبيه او الفئات الشعبيه دي عباره عن فئات، في أيوة. اللي بيتكلم كده وفي اللي بيتكلم كده وفي اللي بيتكلم كده، يعني في كل حاجه موجوده. فاحنا قعدنا مع واحده اسمها مي قمر، وشاطره جدا وجدعه جدا، قعدنا معاها كنا بنروح لها نفطر ونتغدى معاها ونقعد نتكلم معاها والقط حاجات ومكتباها وبتاع، تقولي لا احنا هنا ما بنقولش كده نقول كده فاهمه. ايوه فلا مي بصراحه عملت مجهود كبير قوي، واستاذه ياسمين يعني ساعدتني قوي في كاركتر النسمه قوي يعني، هي اللي عرفت تخرج مني كل ده. أيه. بجد يعني بشكرها قوي. ايه فيعني ليلى انت بتشوفي انه الانتقادات اللي بعض الناس قالوا انكم يعني زودتوها في طريقه الكلام يعني مش منصفه،
يعني انا بصراحه بحترم كل حد بينتقد او بيقول رايه او بتاع، رايه كل الناس تحترم بالنسبه لي، بس انا شايفه ان انا عملت اللي عليا وان انا قعدت فعلا مع الناس دي، انا ما جبتش ده من عندي، انا لا انا كده ولا عمري رحت الاماكن دي وبتاع، فدخلتها ومن اهل الحطابه ناس جميله جدا 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 فوق ما تتخيلي، ومحترمين جدا وجدعان قوي وبتاع، فدخلنا عشنا معاهم حبه يعني عشان نعرف نلقط الكاركتر ونتكلم كده، فده مش من عندي يعني، ده من عندهم. طب اسمعي يا نسمة الكاريزما، خلينا نسمع الأغنية اللي عملتيها ونرجع نتكلم. خش يابا يلا. اسمي نسمة، لما تشوفني تصحى في الكاريزما بجري اسرع من تسلا، جاي في راوند لا مش هتسلا قبل ما تيجي، عايز الف حسبة اصحى صح 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 للكاريزما، جاتشي معاك عادي نصيب واسمع، نازل باباراتي توك وانستا صارت المدرسة وانتو تلاميذ احنا من الريس واحد الله من الدرسة يا عم اكتب بالله. ايوه يا نسمة الكاريزما، احكي لي على الفيديو ده، انت صرتوا يعني اصلا انت بتغني؟ انا ما اعرفش مين دي. لا ما هنا بقى، هنا مش ليلى اللي بتغني، هنا نسمة طبعا بتغني. حتى قصدت في طريقه الغنى تبقى نسمة وستايل كده معين، مش ليلى. ايوه لان ليلى لو هتغني اكيد مش هتغني كده يعني. صح، بس حلوه الاغنيه. ثانك يو، شكرا قوي. يعني والله يعني حماسيه، يعني تتشغل في المناسبات يعني، والواحد يتحمس عليها يعني، اغنيه لطيفه يعني الصراحه. طب ليلى، انا كنت بدي ارجع كمان يعني في كم نقطه تكلمتي عنها يعني حابه اني اتوقف عندهم. اول شيء انت تكلمتي انه ما كنتي مقتنعه من البدايه فكره انه اخت تعمل في اختها كده، وانا عارفه انت واخواتك كيف علاقتكم، وعارفه بابتك ومامتك كيف ربوكم، ويعني حقيقه انتم يعني عيله تجنن يعني، ما شاء الله عليكم يعني، الله يخليكم دائما لبعض يعني. ف لما جيتي تعملي هذا الدور فعلا اكيد يعني كان صعب عليكي انه لا هذه حقوده، هذه انسانه حقوده يعني فعلا. انا كنت كرهاها يعني، انا كنت كرهاها وقلت دخلت مره على بابي مامي كده قلت لهم لا مش هعرف وكرهاها مش عارفه احبها. ايوه فقلت لهم لو انا مش مصدقاها الناس مش اللي بتتفرج عليا مش هتصدقني. ايوه وانت كنت بتكتبي مامي بوست. بتسالني بس كملي، ما ايش قالت لك؟ ايش قالت لك مام؟ لقيت مامي بتسالي، مامي اكتن كوتش وكده، وانا دايما بستشيرها لما بيكون عندي مشاكل صعبه او كده هي بابي، فلقيت مامي بتقول لي انت ليه كل قالت لي تعرفي ايه عن نسمه؟ قلت لها حقوده وغلاويه وسوده ومش عارفه ايه، وقعدت واتعصبت قوي كده، فقالت لي انت ليه كل لما بسالك عن نسمه بتقولي لي حاجات نيجاتيف؟ قلت لها انا شايفاها كده، هي نيجاتيف. قالت لي وهي نيجاتيف لوحدها ولا في عوامل خلتها تبقى نيجاتيف وحطيتها في الـ في الـ في السيتويشنز دي وخلتها تتصرف بالشكل ده وخلت وربت عندها الحقد ده؟ فساعتها قالت لي لازم انا مقتنعه بحاجه، لازم الكاركتر اللي بعملها اكون اوجد لها مبررات، حتى لو هي شريره لازم اوجد لها مبررات واحبها واعرف اسباب المشاكل دي نابعه من ايه عشان اعرف اصدقها واعرف اعملها، بس انا مش حباها مش هعرف اصدقها. ايوه لا بالنسبه لي من وجهه نظري يعني. ايوه لا وانت نشرتي بوست يعني اتكلمتي عن علاقه نسمه بشيماء وتكلمتي عن موضوع الاخوه، وانه يعني الموضوع ده يعني واضح انه مهم جدا بالنسبه لك زي ما ذكرتي، وحتى اختك كمان ملك طلعت دافعت عنك يعني، لما اظن سالوها في واحده من البرامج كانت تتكلم عنك برضو قالت لا والكلام ده انه اللي بيقولوه مثلا انه اي انتقادات حاقدين، وحطت بوست كمان يعني على هذا الموضوع يعني، فالله يخليكم لبعض صراحة يعني. يا رب. لا موضوع الإخوات ده موضوع مهم قوي بالنسبة لي، لأن أنا عندي 3 إخوات يا رب ربنا يحفظهم لي ويخليهم لي، وبشوف إن أنا عمري ما حد هيحبني قد ما إخواتي وأهلي بيحبوني، فالأهل عامل مهم قوي، التربية، الذكاء، التعليم، كل ده حاجات مهمة جدا علشان البني آدم يبقى بني آدم سوي وكويس ويكبر وسط عيلة كويسة. طب فدي رساله مهمه يعني. ليلى انت واحده كمان من الاشياء يعني اللي لفتتني وانت بتتكلمي، كمان كنت بتتكلمي على موضوع انه المسلسل ورساله المسلسل، وانه كان في شيء مهم حابين تقولوه. انت من الناس اللي بيستخدموا تيك توك كثير يعني، حتى واستخدامي وبتعملي مقاطع كثير، ما شفتي انه طب انه المسلسل كانه بيحاول يشيطن تيك توك مثلا، او ايش الرساله حسيتي؟
لا لا خالص بالعكس، بس فعلا في حاجات يعني على تيك توك محتاجة رقابة، اوكي في حاجات بتتعمل مش صح. على فكرة احنا قفلنا المسلسل، مش ان مش رسالتنا خالص ان لو في حد عمل كده وفي السجن يخرجوه وبتاع وحرام وكده، لا خالص. اللي غلط معروف ان هو بيتعاقب وكده علشان ما يرجعش يغلط تاني. فاحنا رسالتنا انه بدليل ان احنا قفلناها ان شيماء اتحبست عشان ايوه شيماء غلطت، مش ما خلالهاش مثلا القاضي يتعاطف معاها ويقول لها يلا اخرجي، لا مفيش كده. فانا شايفه ان في حاجات بتبقى مش كويسه، وفي ناس غصب عنها زي نسمه وشيماء على فكره، ما عندهمش، ما فيش حد بيهتم بيهم، ما فيش حد بيقول لهم كلام حلو قوي. الام طلعت دايما كانت بتقعد تضايق شيماء وتقول لها انتي وانتي ما، وطول الوقت تشوف الحاجات، توريها الحاجات النيجاتيف وتدوس على الحاجات النيجاتيف اللي عندها. صح بس لو اهلنا، انا شايفه ان لو اهلنا ربونا على ان هم بيحبونا وبيهتموا بينا وبيدونا اهتمام، احنا مش هنروح بره ندور على الاهتمام اللي بره ده. بالعكس، احنا الناس اللي على تيك توك دي، ما هي عشان مش حاسه ان حد مهتم بيها ولا حد بيعبرها ولا اي حاجه، فبتخش تكلم ناس ما تعرفهاش وتعمل حاجات غريبه وبتاع. وانا شايفه انه يعني انا من وجهه نظري انا ضد ده شويه، بعض من الحاجات اللي بتحصل. فشايفه انه لازم يبقى في رقابه على الحاجات دي، اوكي لازم يبقى في حاجات معينه، لازم يبقى في خطوط حمراء. طيب انت يا عروستنا الجديده، طبعا الف مبروك طبعا على الله الخطوبه. يبارك فيك، الله يبارك فيك. بس انا عندي سؤال، الحين انت في اول سنه 2023، ناشره بوست تكتبي له، يا نهار صح. ايه صح، خلينا نعرض البوست بس بالله، هي ناشره بوست تقولي له فيها انه يعني اخويا ومش عارف انه ايه، متعدد اخويا متعدد المواهب والكلام ده كله. بعدها بشويه طيب ليلى انخطبت على، دي مفاجأة. ايوه ليلى انخطبت على متعدد المواهب، بس بطل اخوها المره دي، ايش صار؟ والله والله العظيم في الاول فعلا هو كان اخويا، يعني انا طلعت قلت الكلام ده، واحنا انا وهو حتى وضحنا ده، وفي الاول كان اخويا. يمكن مره كان كنا لسه ما فيش حاجه قوي، بس مره كده انا تقريبا كنت حاسه ساعتها بحاجه وكتبت له برده اخويا، فالناس برده استلمتني. بس بعد كده ادركنا ان احنا في حاجه، وادركنا ان انا لا انا في حاجه من ناحيتي، ده مش احساس طبيعي، وهو ادرك ده. وبعدين بس قلنا لبعض يعني. طيب وكيف تقبل بابتك موضوع الخطبة؟ أنا أحسه يعني مرة كده يعني بيحاول يعني بروتكتيف أو بيحافظ عليكم، بيحميكم كتير يعني. لا هو هشام راجل بصراحة، يعني هشام يمكن لو كان أي حد تاني غير هشام، فافي ما كانش هياخد مش هيتقبل الموضوع بالطريقة اللي تقبلوا بيها. هشام بصراحة ما يعني دايما البنت بتبقى حاسة اللي هو يا لهوي بابي، وأنا دايما كان عندي البانيك ده اللي هو لا بابي عمره ما هيجوزني وبتاع. هشام أخد بابي واتكلم معاه وخرجني أنا بره الموضوع ده خالص، وبعدين جه قال لي تمام يا عروش. فخلاص بقى، طب وبابي بس بابي جه هشام بقى ليلى كده دايما و... يقولوا انه اللي يتزوجوا من نفس المجال يعني صعبة شوية الأمور، صعبة من ناحية إيه؟ انه يعني تعرفي نفس المجال، ضغوطات الكلام ده كله يعني. لا هقول لك على حاجة بقى، هشام very 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 supportive، هو دايما بيشجعني ودايما بيبقى مبسوط بنجاحي. يعني هو دلوقتي مبسوط قوي بنجاحي وفرحان بيا قوي، وطول الوقت بيقعد ينزل لي مشاهد، اي مشهد بيعجبه ينزلوه لي على انستجرام ويكتب لي ان انا لذيذه قوي وبتاع وحاجات كده. فهشام بجد يعني هو سبورتيف جدا وبيشجعني وبيدعمني في شغلي قوي، ايوه فما اظنش انها ان احنا في ما بيننا الحته اللي هو يبقى في مشاكل لو احنا الاثنين من نفس الوسط او كده خالص. بالعكس هيز فيري سبورتيف الحمد لله، طب متى الفرح ان شاء الله؟ وهو وشه حلو، انت شايفه هو وشه حلو ازاي ما شاء الله لا يعني. لا شايفين شايفين، وانت اصلا في كل الاحوال يا حبيبتي واضح انك شايفه الوش حلو دايما، اصلا يعني واضح انك في انك في حاله حب وعشقانه والكلام ده كله. فيا حبيبتي دي حقيقة. متى الفرح ان شاء الله؟ قريب ان شاء الله، لسه ما اتحددش يعني، بس قريب ان شاء الله. طيب ان شاء الله، يلا اعزميني، ها ما تنسيني، ايوه طبعا طبعا، اول واحدة تكوني معزومة. ما تنسيني، حب الافراح انا. لا اوكي عمري. طبعا طيب حبيبتي شكرا لك على وجودك معانا اليوم، ودائما من نجاح لنجاح يا ليلى، صراحة شكرا تستاهلي قوي يا سارة، الافضل. شكرا انت جدا كانت حبيبتي، معنا طبعا من القاهرة النجمة ليلى احمد زاهر، شكرا يا ليلى. شكرا، كل سنة وانتم طيبين.